مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم نكمل في كتاب مقدمة في علم الفلك، علم الفلك 101. هلا هون بدنا نحكي عن المجرات النشطة وما يسمى الكوازار، أوكي، اللي هن الوحوش المجرية. أوكي، طيب، في عندنا مجرات في شو اسمه في الكون الصحيح جوا، أوكي، بشكل مجازي بيصرخوا أو بيقولوا عن وجودهم خلال شو اسمه عن الملايين الفراسخ الفلكية خلال يعني الانفجارات الكبيرة من الإبعاثات عبر الطيف الكهرومغناطيسي. فهدول بيكونوا جزء من او بعض من معظم الاجسام الساطعة او المضيئة في علم الفلك. اوكي، ف شو اللي ممكن يكون معقول يكون عم بيحصل او بيحدث في قلبهم، وشو في قلبهم اللي هو ممكن يخلينا نكتشف إشعاعهم من الكرة الأرضية. حتى نوصل على جواب خلينا ناخد رحلة هيك يعني في الماضي، أوكي، بالوقت اللي كان هدول المجرات الضخمة، أوكي، كانوا كتير لساهم صغار كتير. فالنجوم بالقلب تبعهم كانوا يعني مكدسين يعني هيك يعني مكتلين ملزمين محزومين بقوة مع بعض، شو مربوطين كتير بقوة مع بعض. وكان والتفاعلات التفاعلات بسبب الجاذبية خلتهم كتير كتير يعني خلتهم يسببوا يعني صدمات نجمية عنيفة. وبكل مجرة اتشكلت في مركز كل مجرة تشكل ثقب أسود، واللي هو بلع كل النجوم. وبالأغلب اوكي من المحتمل انه اكثر النجوم الثقوب السوداء خلقت لما النجوم الكبيرة الضخمة ماتت بهالوقت. اوكي، او دغري يعني هذا الثقب الاسود العملاق جدا، اوكي، عنده كان تقريبا يعني او ما يقدر ربما يكون مثلا حوالي بليون شمس على قد وزنه يعني، تمام. ف اذا المجرة اصطدمت مع مجرة اخرى جارة لها، اوكي، اللي هو حدث يعني حدث بشكل متكرر ببدايات نشأة الكون، اوكي، في كان عندنا يعني مواد اكثر، اوكي، وربما كمان ثقب أسود ثاني كله متاح ليغذوا هذا الوحش العملاق الجوعان كثير، اوكي. ف بنفس الوقت هذا، اوكي، الثقب الأسود، اوكي، في مركز شيء في مركز أي مجرة معينة بيحتوي على مادة، اوكي، حواليها في شكل من الغاز الساخن والنجوم واكثر ومواد اخرى بتعبي النجم او المحيط النجمي، اوكي، او ما بين النجمي، عفوا، محيط ما بين النجمي. وبعدين عندك بعدين المادة بتصير بتلف حوالين أو بتدور حوالين المحيط، شو اسمه،
الثقب الأسود، أوكي، فما يخلق يعني هيك شكل بيشبه شكل صينية الكيكة المفلطحة، أوكي، فمسمى وهيدي البنية تسمى قرص التجميع، أوكي. بعض الأقراص في مركزهم بعض الأقراص أقراص على مراكز المجرات هن أوكي بيكون محبوكين، أوكي، بسبب شو اسمه يعني الحقول المغناطيسية القوية، أوكي، حقول مغناطيسية جدا قوية، أوكي، اللي هي بتيجي بتنعصر، أوكي، بينما القرص عم بدور حوالين حاله، أوكي. المادة اللي بتنكمش في القرص بتصير أسخن وأسخن، أوكي، بسبب السخونة المغناطيسية والاحتكاك مع اصطدامات مع يعني المواد أو الذرات أو الجسيمات اللي هي. فالحرارة هون تهرب كطاقة، ماشي، يعني تفلت كطاقة، وبعدين بتعطي يعني انبعاثات أو إشعاعات راديو قوية كتير وإشعاعات قوية من الأشعة السينية، أوكي، إشعاعات أكس. فبعض من هالمواد ممكن كمان تفلت ك هيك نفث، أوكي، دفع نفاث إذا بسميه، من ال بيكون ضخم جدا، أوكي، تكتل جدا، يعني بيكون بي يعني النفث هذا النفخ هذا من المواد، أوكي، بيجي بشكل عمودي على قرص المجرة هون، أوكي، وبكون بيفلتوا بالفضاء، أوكي. بعض من هدول يعني النفثات هدول، أوكي، البازات، مش بعرف شو بسموها، الجتس هدول، أوكي، هيك ببجوا لبرا، أوكي، بينفجوا لبرا، بيطلع لبرا، بيفلت لبرا على سرعة كتير قريبة من الضوء، أوكي، جدا قريبة من الضوء. اليوم الفلكيين بيصنفوا هدول المناطق ب شو اسمه بمركز أو قلب المجرات، شو اسمه يعني النواة المجرية النشطة، أوكي، أو الأنوية المجرية النشطة، كلها هاي يعني على بعضها كلها. باختصار بيقولوا لها أكتيف، يعني الإنجليزي بيقولوا لها أكتيف جالاكتيك نيوكلياي، أوكي، أو أي جي إن باختصار، تمام. فهن بيكونوا كتير مرزومين على بعض، أوكي، محصورين على بعض، وبيكونوا كتير ساطعين، مضغوطين على بعض، عرفت كيف؟ وبعدين بيكونوا كتير ساطعين في تقريبا كل الموجات الطولية تبعت الضوء، وتقريبا الكل ممكن يكون يتفسروا عبر التفاعل مع ثقب أسود ضخم، أوكي، عملاق، بيكون تفاعل لثقب أسود عملاق مع مادة بتكون موجودة في الفضاء القريب، أوكي. هلا فإذا التطور الكوني مع الـ AGN، أوكي، أو الـ AGN مع بعض، شو؟ ولا الـ AGN هو المراكز النشطة للمجرات، أوكي، المراكز المجرية النشطة، تمام. فالفلكيين بيعرفوا انه عدد اكبر من الاي جي ان موجود في موجود لما كان الكون بعده لسه اكثر كثير لسه كثير صغير، اوكي، بالعمر، وكان يعني كان مو شو كان كونديوسيف، اوكي، كونديوسيف بس ما بعرفهاش، كان مؤدي،
كان كتير انه مؤدي انه ليشكل هيك اجسام. اوكي ربما كان في عدد اكبر من الثقوب السوداء حتى تدمج على ما حتى تندمج على مركز المجرات، اوكي، او مراكز المجرات. وبعدين هو من المحتمل انه الغازات احتاجت انه تخلق نجوم، اوكي، اللي هي كانت عددها كتير كتير موجود متوفر بشكل كتير هذيك الوقت، و اللي هو اعطى انه فورة او صعود ل الصدمات المستحم شو اسمه الحالات المستحمة، اوكي، على المراكز المجرية اللي هي ممكن تتبنى الولادة تبعيت الثقوب السوداء. وبنفس الوقت وكمان عنا يعني في كان على الأغلب تفاعلات مجرية أكثر، بما أنه الكون في بداياته احتوى على العديد من المجرات الأصغر، اوكي، كثير من المجرات الأصغر، تمام. هلا كثير من الاي جي ان موجودين على يعني على مسافات كثير بعيدة منا، بسموها على الانزياح الأحمر العالي، هاي ريد شيفت، هاي ريد شيفت، الانزياح الأحمر العالي. بالأخص الوجود تبع المجرات اللي بسموها سيفيرت، اوكي، البعيدة هاي بتعطي أشعة جاما، يعني هيك هيك يعني هيك زي وميض او وهج، عم بيحكي هو وهج اصلا، يعني بيعطي وهج من اشعة جاما اللي هو بتشير انه هيك اجسام موجودة بكل مكان في الكون، تمام. هلا الكوازارز، اوكي، كوازار اختصار ل كوازي ستيلر راديو سورسز، يعني مصادر راديوية نجمية. كوازي يعني محيرة، اوكي، محيرة، عشان هيك بسموها كوازار اختصار، تمام. هن بيكونوا اوكي هن بيكونوا يعني الاكثر اي جي ان طاقة فيهم، اوكي، والابعد بنفس الوقت والمعروفين، اوكي، يعني انا اكثر مطرحه اكثر اي جي ان بيكونوا ابعد شيء واكثر شيء طاقه معروفين. فمثل ما اسمهم بيعني انه هدول الاجسام كانوا مكتشفين خلال بعث يعني بعثاتهم للراديو القويه، بس هن مش بس هن ساطعين، اوكي، في ضوء مرئي كمان، اوكي، ف هن بيعطوا شعاع أشعة سينية قوية، اوكي، بنفس الوقت، اوكي، بعض منهم يعني، واللي هي بعض الكوازرات يعني، واللي هي بتعطي فكرة عن الحرارات العالية، درجات الحرارة العالية اللي موجودة في معظم في معظم المراكز تبعيت تبعون هذول المجرات. ومثل الأجيانات الآخرين، اوكي، الكوازار هو يعني مشغل، اوكي، كيف تشغل سيارة او تشغل هذا، هو مشغل ثقب أسود عملاق ضخم محاط ب ديسك قرص تجمع تكتل عملاق شو اسمه متوحش، اوكي، بيكون بيعمل زي القمع، اوكي، بيشتغل على شكل يعني بيشتغل شغل القمع، اوكي،
وبكون يعني بيعمل زي بجيب المواد وبنزلها بهذا القمع، اوكي، بسرعة كتير عالية، اوكي، سرعة كتير يعني مخيفة، اوكي، سرعة كتير هائلة، تمام. ف اوكي، الكوازار الاكثر يعني الاكثر يعني اكثر كوازار سطوعا واكثرهم معروف، اوكي. لازم يعني هون يتكون اظن، لازم يلتهم، اوكي، لازم يلتهم المواد المماثلة، لازم يلتهم حوالي 1000 شمس، اوكي، ما عاد 1000 شمس كل سنة حتى يخلي الضوء ما شغال، اوكي، يعني يضلوا الكوازار شغال. واكثر كوازار معروف واكثرهم مضاءة بده هالقد، اوكي، حتضل مضوي هالقد بدك تضويه يعني، اوكي، 1000 شمس كل سنة، تمام، هالقد استهلاكه للطاقة. وشو اسمه، بالتالي، اوكي، ودغري هيك شو اسمه، الثقب الاسود تبع الاجئان، اوكي، جواته في المركز تبعه بيخلص، او بيخلص البنزين تاعه، اوكي، اذا بدك تقول، بيخلص بنزل البنزين تبعه مثلا هيك، الوقود تبعه، حتى يحافظ على شو هنا eventually an agent score the black hole runs out of the fuel. اوكي، وبالتالي انه هذا بعد الوقت، يعني طبعا هذه الكمية الطاقة طبعا حيستهلكها، وفي شو اسمه هذا تستهلك كلها، اوكي، حتى تخلط تحافظ على هذا الضوء مبين، اوكي. فلما هذا الشيء يحصل، انه يخلص الوقود هذا، شو اسمه المنطقة المركزية هون بتهدى، اوكي، ومش كل مجرة مع يعني ثقب أسود مركزي هو شو اسمه وحش مزعج، اوكي. والمجرات درب التباني عندها نسبيا شو اسمه ثقب أسود هادئ مقارنة للآخرين، أو لا شو اسمه المجرات اللي فعلا نشطة، عرفت كيف؟ الأخرى يعني، تمام. هلا اكتشاف هلا بيحكي لك هون عن اكتشاف الأجيان والكوازار، اوكي. فهدول الأجسام النشطة كانوا مكتشفين في بدايات القرن العشرين، لما الناس بلشت تستعمل السبكتروغراف حتى يعني جهاز شو اسمه دراسة الأطياف، اوكي، حتى حتى يدرسوا شو اسمه يعني مراكز النواة، قلب النواة، مراكز المجرات عم بحكي، اللي هن لقوا انه خطوط ساطعة هيك، شو اسمه بعثات ساطعة بخطوط على شكل خطوط، اوكي، اللي هي اشارت انه مناطق انه المناطق كانت يعني نشطة وجدا مسخنة. في عندك الفلكي اللي اسمه كارل سيفرت، اوكي، سيفرت، ما بعرف كيف اللفظ، هاي سي واي هون، تمام، كيف طريقة اللفظ، بس هو سيفرت، اوكي. عاش بين 1911 و 1960، هو اول ما كتب عن هدول من المجرات النشطة بسنة 1943، اوكي. ف البعثات الأوية تبعيتهم أشارت إنه في شيء كتير بيعطي طاقة كتير هيك نشط وقوي، أوكي، اللي كان يعني كان شغال، أوكي، في المراكز المجرات.
وبالتالي هن شو اسمه هدول المجرات بالاخر سموهم، هدول مجرات نشطه سموهم سيفرد جالكسيز، اوكي مجرات سيفرد. بسنه 1950 مجرات الراديو شو اسمه التلسكوبات الراديويه بلشت تكتشف مصادر يعني مصادر راديو قويه، اوكي يعني في اشارات راديو قويه بلشت تبين اوكي بنفس المناطق عاده شو اسمه. وهيك يعني بشكل كافي عادة كان ممكن يكون في عنا مجرة، اوكي انه ممكن يكون عندها مجرة مع يعني عندها مصدر او بتبث راديو شو اسمه موجات راديو قوية على كلا الجهتين من المجرة، اوكي وبالتالي الفلكيين شو اسمه حسبوا انه هدول كانوا هيك الانبعاثات هاي النفاثات القوية اوكي جاي من مراكز المجرات اوكي اللي هن بكونوا المجرات نوعا ما مرات ببينوا انه مجرات عادية اوكي مزرعات. هلا بقول لك هون عن جد عن جد ساطعين اوكي اسطع الكوازرات بتولد نفس الكمية تبعيت 26 كوادريليون صن، كوادريليون الشمس يعني اعد الشمس كوادريليون وضرب ب26 كمان اوكي رقم طويل كثير اوكي بعش كم صفر 110 اس 15 اوكي السبتليون بيجي بعد منه 10 اس 24 يعني حط واحد وحطه 15 صفر تمام. طيب الكوازرات اخذوا شوية وقت حتى ينشرحوا او حتى يقدر يفسروهم الفلكيين، فهن يعني شكلهم بظهر ساطع تقريبا بيشبهوا النجوم، وهن سطوعهم ممكن مرات يكون يتغير عبر عدة ايام ولكن هو كان صعب انه الواحد يعرف ويقول انه مع شو هن مرتبطين وهن كمان بالغالب عادة كتير 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 بعاد اوكي. وبالتالي عندك الفلكي اللي اسمه الفلكي الالماني، لا مش الالماني الهولندي مارتن شميت بسنة 1900 هذا مولود ب 1929 بس بعده عايش معنا عشان هيك مش حاطين الكمالي هون تمام ما بتعرف يعني. فطلع على ال اذا بدكم نشوف على النت خلينا نعرف اذا فعلا بعده عايش ولا الزلمة عشان نخسر شيء اوكي عام 91 بس مش بعده لسه بعده عايش هذا الزلمة اوكي حسب بس عمره 91 سنة هلا اوكي يعني اكيد متقاعد هلا بشوف بده يعمل 91 سنة تمام. فطلع على ال شو اسمه على الخطوط الانبعاثات هاي من الكوازار من شي كوازار بسمى 3C 273 هذا رقم الكوازار اوكي 3C 273 هو يعني هيك صنفهم هدول الخطوط وطلعهم اوكي انه هن كانوا بيطلعوا من هيدروجين متأين هيك محطوط فيه طاقة كتير اوكي يمكن هيليوم لازم يكون فيه هيليوم اوكي لا ما في هيليوم اوكي اتوقع تكون فيه هيليوم اوكي واللي هن كانوا كتير يعني فيهم انزياح نحو الاحمر
اوكي كثير فيهم ازياء لحالها، يعني هذا السبكتروم تبعه الطيف تبعه اوكي كان كثير انزاح كثير نحو اللون الاحمر بطيف الالوان اوكي. فالكوازار 3 سي 2273 كان مش بس كثير ساطع، بس كان كثير بعيد، كان جدا بعيد. وبالتالي الناس لاحظوا انه الكوازارات هن يعني مشغلين اوكي بسبب ثقوب سوداء عملاقه جدا اوكي اللي بتستهلك يعني اما يعني كميات ضخمه من من المواد اوكي. هلا العلماء هن عم بيكتشفوا العلاقه بين بين شي مجره والكتله تبع مركزها الثقب الاسود اوكي، يعني يعني بين علاقه المجره والثقب الاسود اللي قاعد في المركز تبعه اوكي. وبالاخص هن بيكونوا عم بيدرسوا كيف الثقب دور الثقب الاسود في التهاب المواد بشكل يعني التهاب المواد شو هم فهمتاش هاي okay. Particularly they are studying how the black holes role in globing and gobbling up material eventually robs a galaxy of this chance to make batches of new stars. اوكي بالاخص انه بيكون عم يدرسوا كيف ال يعني كيف انه شو دور الثقوب الاسود اوكي بيلعب دور في انه يلتهم المواد اللي هي بتضيع الفرصه على المجرات انها تولد نجوم جديده اوكي ودفعات جديده تعمل دفعات جديده من النجوم اوكي. احنا بنعرف بدنا مواد حتى نشكل نجمه، فبيجي الثقب الاسود هو بيلهطهم كلهم عرفت شو، بخليش المجره تشكل نجوم جديده وتصير شكلها اجمل واجمل اوكي. هي المقصود. فالمحرك المركزي اوكي هذا المحرك يعني المحرك المركزي اللي عنده شو اسمه يعني كيف بدي اقول ابيتيت، انا بعرف شو ابيتيت، بس انه عنده نهم بشكل هائل على شو اسمه على الطاقه اوكي. بيظهر انه او شهيته الكبيره هاي الهائله اوكي على الطاقه بتظهر انه هي تكون السبب او بتسبب السقوط اوكي، سقوط كيف تسقط في المدرسه او تسقط في الجامعه او شيء زي هيك. فهو سقوط هيك تلقاء الدغري اوكي يعني بينما هي عم بتستهلك اكثر واكثر وبتخلص البنزينات تبعتها مع حتى تخلي الكتلة هاي المتكتلة مع بعض عرفت شو عشان تعمل مجرب الآخر تمام. طيب أنواع المجرات النشطة أوكي. المجرات النشطة بتكون متميزة بال انبعاثات اللي هن او يعني بتصنف يمكن اذا بدك تقول او مميزين، هو بقول متميزين اوكي بالانبعاثات اللي هن بيعطوهم، وفيما اذا هن بيبعتوا او بيطلعوا هالشيء او بيبعتوا الانبعاثات هاي او النفث هذا من مراكزهم تمام. ف يعني هاي الانواع اول شيء الانواع المعروفه اكثر شيء. في عندك راديو كوايت، راديو كوايت يعني يعني هادئ من حيث موجات الراديو اوكي، بيكونوا معتمين كثير معتمين تمام، كثير مظلمين معتمين وهاديين يعني المراكز تبعيه المجرات هاي بتكون هادئه مع مع راديو هادئ لهلا يعني
اوكي يعني عندهم كيف مين وين بيكون الراديو هادئ؟ بيكون راديو تبع الثقب الاسود بيكون هادئ. اوكي تمام، غير ما خلص ما عادش في كثير. اوكي وبعدين هن ممكن يكونوا ساطعين وشو اسمه ونشطين اوكي بالموجات الاخرى من الضوء، عرفت كيف؟ هلا في المجرات النشط تبعيت سيفرت بيكون كتلته متوسطة، عفوا الثقب الأسود تبعهم كتلته متوسطة الحجم، أوكي؟ وبعدين بتكون عم بت الثقوب السوداء هاي بتكون المادة، بتجمع المادة وبتكون بتعطي إشعاعات سينية وإشعاعات كمان جاما، أوكي؟ فإشعة سين وإشعة جاما، أوكي؟ أو إشعة أكس وإشعة جاما، هي إشعة سينية إشعة أكس. طيب هلا عندك كمان الكوازارات، تمام الكوازارز هن اوكي ثقوب سوداء عالي يعني ذات كتله كبيره اوكي وبعدين هذول الثقوب السوداء بتجمع المواد اوكي البعض بي يعني بيبعت موجات راديو بينما اخرين بس بيبعتوا ضوء اوكي ضوء مرئي يعني. طيب البلازارز اوكي هلا بيكون في عندك هون ثقب اسود بيكون وزنه كتير كبير او الكتله تبعته كتير كبير بحكي مع انه القذف تبعون هذول اوكي بيكون متجه نحو او مشير نحو الارض نحو الكره الارضيه هذول اسمهم بلازارز تمام يعني اي شيء بيقذفوه هذول الثقوب السوداء بيقذفوه نحو الكره الارضيه وبعدين في مجرات الراديو اوكي بيكون في عندك ثقوب سوداء كمان كتلتها كتير كبيره مع مساحات كبيره اللي هي بتعطي يعني موجات راديو كتير قويه وعندهم يعني النفث اللي بيطلع هذا من نص الثقب الاسود بيكون كتير يعني كتلته كتير كبيرة أوكي والمادة اللي بتطلعها بتكون مسخنة أوكي بشكل فائق أوكي وبتنبعث بتنقذف نحو الفضاء تمام هلا في عندنا المايكرو كوازارز يعني الكوازارات الصغيرة أوكي الكوازارات عادة أو بشكل عام أو عامة موجودين في المناطق البعيدة من الكون بس بالسنين الأخيرة راديو شو هاي؟ بس بالأخير السنين بالسنوات الأخيرة اللي هن الدفقاتها والنفثات اللي بتطلع هي من نص من وسط الثقوب السوداء أوكي اللي شو اسمه اللي احنا بنحكي النوعيه اللي هي بتكون الراديو تبعها صوته عالي كتير يعني انت موجه الراديو بتكون قويه عرفت كيف تمام ممكن يكونوا موجودين او تاسسوا اوكي من شوف امينيتنج هون ممكن يكون تاسسوا مبعثين من نظام نجمي مزدوج اوكي في مجرة نظر والتبانة اوكي فهدول البعثات القوية او النفثات القوية خمس انا دائما جاتس انا بفهمها بس دائما اوكي يا طال هي جت طيارة بقولوا نفاثة بس كيف الطيارة النفث اللي بيطلع الدخان هذا دخان هيك بيطلع هذا بسموه نفث كمان اوكي فهل النفثات هيدي القوية اللي بتظهر لما تكون عم تتحرك بشكل اسرع من سرعه الضوء بظاهره بسموها الحركه ما فوق او الخارقه للاناره اوكي سوبر لومينال سوبر لومينال موشن اوكي سوبر لومينال يعني من فوق اللومينا يعني من الضوء اوكي لومينال ضوئي سوبر لومينا
يعني ما فوق ضوئي اذا بدك تسميها، او خارق للضوء، اوكي، وبتكون الحركه هاي خارقه للضوء. فهي بتظهر انه هدول الجتس هدول هن او هدول النفاثات هدول موجهين نحونا مباشره، واللي هي بتساهم في في الوهم تبع انه انك عم في الوهم تبع سرعه اكثر من الضوء، اوكي، انه بيصير رحله او سفر بيكون اسرع من الضوء في الواحد. ف نتيجه الطاقه تبعيت هدول الاجسام هو بشكل مش معقول، يعني قد شو كبير وعالي، اوكي. وال الفلكيين هلا بسموهم كوازرات صغرى مصغره، مايكرو كوازارز، لانه هن بيتصرفوا تقريبا مثل الكوازرات اللي بتشبه الكبيره بمراكز المجرات البعيده، اوكي. يعني شوي صعب الكوازرات وهالقصص، اوكي، بظن في شغلات لازم تنحفظ، يعني بلازار وكوازار ومايكرو كوازار، بتعرف شو هذا الفرق بيناتهم، اوكي. هون بلشنا نحكي شوي جد في من هذا الدرس ورايح، انا برايي بلاش نحكي جد فلك، لان الباقي اغلبه كل الناس بتعرفه، يعني مش هالشيء وسهل فهمه، اوكي. يلا سلام، نشكر متابعتكم شباب.